نحرفها نور 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 للوحي وبالآي سرور في القلب وفي الكون زور نور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الربع الماضي كان الحديث طويل على البذل والإنفاق والأداب ديالو، وفي ربع اليوم إن شاء الله واللي هو الربع الثالث من الحزب الخامس غادي يستمر الحديث على الإنفاق وعلى الأداب ديال الكسب والمعاملات المالية بصفة عامة. كيبدأ هذا الربع بقول الله عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. والخطاب أعزائي في هذه الآية هو موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني بحيث كان يأمر بالصدقة لأهل الإسلام فقط، يعني دون الكافرين ومن دون اللي هم على دين آخر بحال اليهود والنصارى. حتى نزلت هذه الآية: فالهدى هو بيد الله عز وجل، وما على الرسول إلا البلاغ. فالله عز وجل الرحيم بالعباد ديالو كيأمر النبي ديالو عليه الصلاة والسلام أنه ما يضيقش الصدر ديالو بغير المسلمين، وأنه يعني يبذل الخير للمحتاجين منهم. وهذه هي السماحة ديال الإسلام والمبادئ ديالو العالية. فمن بعد لا إكراه في الدين، اللي يعني كتوضع قاعدة الحرية الدينية، كتجي ليس عليك هداهم، يعني كتمثل قمة السماحة الإنسانية. يعني حق كل إنسان محتاج سواء كان مسلم أو غير مسلم، يعني في العون والمساعدة، يعني مادام ما كيحاربش المسلمين. أما الهداية ديالو والدخول ديالو في الإسلام فهذا بيد الله عز وجل وحده. ثم كيوجه سبحانه وتعالى الخطاب للمؤمنين عامة، تيقول عز وجل: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. فكل صدقة اللي كيتصدق بها الإنسان كيرجع النفع ديالها عليه هو، يعني في الدنيا وفي الآخرة. إلا كان هذا الإنفاق يعني ابتغاء لوجه الله عز وجل، ما فيه لا رياء ولا مصلحة دنيوية. تقول الله تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. كما أن كل النفقات يعني مولاها كياخذ الأجر ديالها كامل دون نقص أو ظلم. تقول الله تعالى: وما تنفقوا من خير وفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فالله تعالى ما كيضيعش أجر المنفقين، يعني كينفقوا ابتغاء وجه الله عز وجل ومش لشي غرض آخر، فكيكون الجزاء ديالهم مضاعفة الأموال والحسنات في نفس الوقت. فالإنفاق هو تجارة مع الله عز وجل، وهي تجارة لا تبور أبدا. أحبتي الكرام، يعني لما كان تدبروا هذه الآية كان وجدوا أن لفظ الإنفاق يتكرر فيها بصياغ مختلفة. قال الله تعالى: وما تنفقوا من خير، وقال: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير. يعني وهذا من أجل تنبيه الأذهان والاهتمام بالإنفاق وتعظيم الشأن دياله. فما تكرر تقرر. ومن بعد نبي الله تعالى في الآيات السابقة يعني آداب النفقات ومن أي المكاسب اللي خصها تتخاذ وطريقة الإخراج ديالها، واش في السر أو في العلن، كيبين الله عز وجل المصرف ديالها، يعني لمن خصها تعطى. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وهذه الآية أحبتي نزلت فقراء المهاجرين اللي يعني خرجوا من الديار ديالهم والأموال ديالهم بمكة وجاو لدار الهجرة اللي هي المدينة المنورة، واللي يعني ما يمكن لهمش يقوموا فيها بها يعني فيها حتى بشي حرفة، لا بزراعة ولا بتجارة، لأنهم أحصروا، أي يعني تحبسوا على مزاولة الأعمال ديالهم، لأنهم هبوا الأنفس ديالهم للجهاد في سبيل الله ولحراسة بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بحال أهل الصفة. يعني ومع الاحتياج ديالهم فهم متعففين على الإلحاف، والإلحاف يعني هو السؤال بإلحاح. ولذلك يعني الجاهل بالحال ديالهم كيظن أنهم أغنياء، لأنهم يعني ما كيبينوش الحاجة ديالهم وما كيفطن الحقيقة ديال الحالة ديالهم إلا ذو الفراسة من المؤمنين.
وهذه الآية وإن كانت نزلت يعني في فقراء المهاجرين أعزائي فهي عامة وكتشمل الفقراء في كل زمان ومكان، الفقراء اللي ضاقت بهم ظروف العيش لكن الكرامة ديالهم والحياء ديالهم اللي كيمنعهم من السؤال يعني من السعاية، يعني مع أنهم في أمس الحاجة. فهؤلاء الفقراء اللي ما كانت كل المساعدة ديالهم والإنفاق عليهم إلا في السر احتراما للمشاعر ديالهم وتوقيرا للكرامة ديالهم. ولذلك قال الله عز وجل وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، فهو تعالى عليم يعني بالصدقات وإن كانت في السر فما كيضيعش الأجر ديالها. وهذا الكلام يعني فيه إيماء وإشارة إلى أن هؤلاء الفقراء يعني ما خصهم يتنفق عليهم إلا في السر احتراما للمشاعر ديالهم. ومن بعد هذا الحديث الطويل على الإنفاق والأداب ديالو والنوع ديالو والطرق ديالو والمصرف ديالو، كيختم الله عز وجل بالتنويه بالمنفقين عامة يعني في جميع الأوقات بالليل وبالنهار وبكل يعني الطرق سرا وعلانية ومن كل الأموال اللي هي طيبة. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه بشرى لكل منفق متصدق ابتغاء وجه الله عز وجل وبما يرضي الله، فلا خوف عليهم من الفقر في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة. إخواني أخواتي، ومن بعد فضيلة الإنفاق والتضحية والإيثار واللي هي أسمى الفضائل الاجتماعية، غادي ننتقل بنا الخطاب القرآني الحديث على رذيلة الجشع اللي هي متمثلة في التعامل بالربا واللي هي يعني أحط أنواع المعاملات البشرية، بحيث يعني كيتستغل فيها الحاجة ديال الضعيف ويعني وكيتخاد فيها يعني تياخذ فيها المحسن الثمن ديال المعروف اللي يعني بدلو. فجاء التشريع الإلهي القاطع بتحريم الربا وتشديد الهجة والتغليظ ديالها على اللي كيتعاملوا بالربا من بعد النهي. فمن بعد يعني أعزائي 14 الآية تحدث يعني على الإنفاق والفضل ديالو والآداب ديالو، ومن بعد ما تهيئت النفوس والأسماع لتلقي هذا التشريع، ومن بعد ما يعني تشوقت القلوب الأجر الكبير والعظيم اللي كيوعد به الله تعالى المنفقين، تيجي هذا التشريع اللي يعني خدا 6 ديال المحطات. أولا تشخيص حالة آكل الربا، تيقول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالقرآن الكريم اللي كيصور لنا الحالة ديال آكل الربا اللي كيمتص الدماء ديال الناس لما كياكل الأموال ديالهم بالباطل، بحال هذاك اللي مسروع أو اللي فيه مس من الشيطان سواء في الدنيا يعني أو في لحظة قيام ديالهم من القبر ديالهم للحساب. والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يعني ليلة أسري به شاف يعني بالمشاف عذاب أكلة الربا، تيقول عليه الصلاة والسلام ثم رأيت رجالا لهم بطون لم أر مثلها قط بسبيل آل فرعون يمرون عليهم كالإبل المهيومة يعني العطاش حين يعرضون على النار يطؤونهم لا يقدرون على أن يتحولوا من مكانهم ذلك. قال قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا. فقال فرعون يعني العذاب ديالهم اللي كيتعذبوه قبل من يوم القيامة هو أنهم يعرضون على نار جهنم في الصباح والمساء، مصداقا لقوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فلما كياخذهم الملائكة باش يعرضوهم على النار كيمروا كالإبل يعني المسرع العطاش فوق أكلة الربا لكي تصبح البطون ديالهم اللي كلات الربا كبيرة وعظيمة. قال عليها الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لم أرى مثلها قط، يعني ومن شدة الكبار ديالها ما كيقدروش حتى أنهم يتحولوا من المكان ديالهم، فما بالون بالهروب من طريق هذه الإبل المهيومة. فإني أعزائي هذا العذاب ديالهم في الآخرة، وأما في الدنيا فكيكون يعني مثل الذي يتخبطه الشيطان من المس الاضطراب النفسي وعدم الاطمئنان. وقال بعض المفسرين يعني هذه الحالة ديالهم كتكون هي نفس الحالة حين تقوموا يعني من القبور ديالهم للحشر والحساب والجزاء. وأما المحطة الثانية يعني في هذه الآيات ديال التحريم، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فالربا اللي كان معروف في الجاهلية جوج الأنواع، ربا النسيئة وهي أن الرجل يعني كيبيع البيع إلى أجل مسمى، فإلا وصل هذاك الأجل وما كانش عند المشتري الثمن كيزيد عليه فهو قرض أي سلف مؤجل بزيادة مشروطة. وأما ربا الفضل فهو بيع شيء بشيء من نوعه ما
مع زيادة، يعني مثلا صاع من تمر جيد بصاعين من تمر رديء. والعرب اللي كانوا كيعتبروا هذه المعاملات الربوية أنواع من البيع، ما كانش عندهم بأن شي حاجة خايبة، راه هي نوع من البيع. ولكن لما جاء الإسلام يعني حتى كان كل واحد فيهم يعني من وجهاء العرب يعني عنده في يدين الناس ربا ديال سنوات كيتجمع، بل كانوا أحيانا كيورثوا حتى لولادهم. ولذلك لما جاء الإسلام وجاء التحريم اعترضوا على هذا الحكم. وأما المحطة الثالثة فهي الوعيد بنار جهنم، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فاللي بلغوا حكم تحريم الربا فانتهى على التعامل به فله ما سلف من المعاملة، أي داكشي اللي كان كلايني قبل من التحريم. وأما اللي عاد فالمصير ديالو الخلود في النار. ورابعا المحق، أعزائي المحق، تيقول الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والمحق هو ذهاب البركة والخير من الربا، وإن كان يعني في الظاهر ديالو راه تيبان كثير، الربا كتبان كثيرة، لكن هو محق شامل يعني في الأموال والأولاد والأنفس، في حين أن الله عز وجل كيزكي الصدقات وكيكثر البركة ديالها والخير ديالها على المعطي والآخذ بجوج، وإن كانت يعني كتبان في الظاهر ديالها نقص للأموال. خامسا نعت المتعامل بالربا بالكفر، والله لا يحب كل كفار نثيم. فالمرابي هو كافر آثم، علاش؟ لأنه ما كيمتثلش الأوامر الله عز وجل وما كيجتنبش النواهي ديالو، كافر بنعم الله عز وجل اللي عطاه المال كثير، فأيوا تشكر الله عز وجل ويخرج الصدقات فهو كيكنز هذاك المال وكيضعفه بالحرام وبالباطل. أما المؤمنون الصادقون فهم يقيمون الصلاة وكيخرجوا الزكاة، الزكاة اللي هي عطاء دون عوض، الزكاة اللي هي تكافل وتضامن اجتماعي، الزكاة اللي هي يعني خير وبركة وزيادة ونماء على مولاها اللي كيخرجها وعلى المجتمع كله، في مقابل الربا اللي هو أنانية وجشع واستغلال ديال ضعف الضعفاء واحتياج المحتاجين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سادسا التهديد بإعلان حرب من الله ورسوله على المتعاملين بالربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فمن بعد ما نزل الله تعالى الحكم ديالو بتحريم الربا كيدعو المؤمنين لترك ما بقي لهم من ربا يعني في يدي الناس. وأما إلا إن امتنعوا على الامتثال لهذا الأمر الإلهي فهي الحرب إذن، وإن حرب أعزائي حرب مع الله ورسوله، حرب يعني لا تكافؤ فيها ولا توازن، حرب النتائج ديالها معروفة قبل من الشروع فيها، لأنها حرب مع من؟ مع الله عز وجل. الأوبئة والأمراض النفسية وضيق العيش وانعدام الراحة والطمئنان والكوارث وغيرها من نتائج لهذه الحرب الإلهية. أحبتي الكرام، يعني هكذا لاحظنا أن يعني تشريع بخصوص الربا يعني كان كيحمل واحد النوع من الشدة والتغليظ والوعيد والتهديد لكل المتعاملين بالربا، بل إن الربا هو الأمر الوحيد اللي يعني هدد فيه الله عز وجل بالحرب، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم على الربا في حوالي 56 حديث، يعني منها ما رواه مسلم تقول الحبيب مصطفى عليه الصلاة والسلام لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. يعني وهذا كيدل على الخطورة ديالو على أموال الفقراء والضعفاء وبالتالي على اقتصاد المجتمع كله. ثم أعزائي غادي يبدأ الله عز وجل في وضع أسس المعاملات المالية المشروعة والمباحة من دين وتجارة ورهن. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني هذه هي العدالة الإلهية، رأس المال مجرد من كل زيادة، يعني هذاك الشيء اللي سلفوا الإنسان هو اللي غادي يرجع له بدون زيادة على المدين. ومع العدالة يعني تجي الرحمة بالمدين إلا كان من داع عسرة، أي ما يقدرش يأدي ذاك الدين في الوقت دياله، فكيدعو الله عز وجل الدائن أنه ينتظروا يعني ويرحموا إلى حتى تيسر له الأمور. ومع هذا الرحمة كيدعو الله تعالى إلى الإحسان، الإحسان أعزائي اللي هو متمثل في التصدق على المدين بهذاك الشيء اللي تسلفه، يعني إلا كان في الاستطاعة، بحيث يكون الدائن يعني ميسور الحال وغني على ذاك الدين، فهذا فيه خير للمدين والدائن والمجتمع كله.
ولنا في سلفنا الصالحين اسوة حسنة. فقد مرض قيس بن سعد بن عبادة يعني فاستبطأ إخوانه يعني ما تعطلوا عليه ما جوش يعودوه ويزوروه، فقيل له إنهم يستحيون مما لك عليهم من الدين، فقال أخذ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا ينادي نبراح من كان عليه لقيس حق فهو منه في حل، قال فانكسرت درجته بالعشي لكثرة من عاده، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ولما كندبروا هذه الآية أعزائي كيبان لنا لشمولية الأحكام الإلهية لكل جوانب يعني الحكم كل ما كيترتب عليه، فلما كان تحريم الربا يمكن يعرض المدين يعني المضايقة من الدائن، كانت هذه الالتفاتة الإلهية الرحيمة للدائن بالدعوة ديالو يعني الانتظار والصبر على المؤثر، ولا تصدق عليه فهو خير له في الدنيا والآخرة، فسبحان العليم الحكيم الرحيم بالعباد ديالو سبحانه. ثم كيختم عز وجل هذا الحديث يعني بالدعوة إلى تقوى الله عز وجل واتقاء يوم الرجوع إليه من حيث الحساب والجزاء دون ظلم ولا اعتداء، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فكما أن يعني كل نفس كتحب أنها تحاسب بالعمل ديالها وكتكره أنها يعني تظلم بزيادة ذنوب أخرى اللي ما عملتهاش وما اقترفتهاش، أو أنها يعني تبخس في الحسنات اللي اجتهدت في الجمع ديالها، فكذلك المدين اللي وراه كيظلم بزيادة عوض عليه يعني كيتظلم بزيادة العوض عليه يعني بأكل الأموال ديالو بالباطل، الأموال ديالو اللي هو في حاجة لها، وهذا من بلاغة القرآن والبيان ديالو بأقل الكلمات. وهذه الآية الكريمة أحبائي يعني آية الربا الآخرة هي آخر ما نزل من الوحي من القرآن الكريم، ومن بعد منها ينتقل الرسول الحبيب إلى جوار ربه من بعد ما بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام. إخواني أخواتي، وكما ضمن الله عز وجل يعني حق المدين المعسر في الإمهال دياله والصبر إليه والتصدق يعني إليه بما استدان إن أمكن ذلك، كيضمن عز وجل أيضا حق الدائن يعني الإنسان اللي سلف. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فهذه أحبتي هي آية الدين، وهي أطول آية في القرآن الكريم، وهذا كيدل لنا على عناية الإسلام بالنظام الاقتصادي، وهذه الآية يعني كتضمن حق الدائن يعني باش ما يضيعش الفلوس ديالو اللي هما سلفهم، ضمانة يعني متمثلة أولا يعني في التوثيق بالكتابة، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب، أي أنه يكتب الكاتب يكتب بالحق وما يمتانعش إلى عطوله باش يكتب يعني ما بين المتدينين، كما علمه الله فليكتب، فالله تعالى يعني ما كيعلم إلا الحق، فالكاتب يعني عليه يكتب هذا يعني ما فيه حفظ الحق بدون تدليس ولا تزوير يعني بالحق، وهذا أدنى شكر لله عز وجل اللي علمه الكتابة، فعليه أن ينفع بهذا الكتابة شكرا لله عز وجل. كما أن هذه الآية يعني كتضمن حق الدائن بالإشهاد برجلين إن حضر إلا كانوا موجودين، وإلا فرجل وامرأتان، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فإلا ما كانش الشاهدا جوج رجال بحيث إن يحضر الشهادة إلا رجل واحد، فرجل جوج ديال العيالات ممن يعني كيرتضيوا المسلمين الشهادة ديالهم يعني نظرا للصلاح ديالهم والتقى ديالهم، يعني وهذه رحمة من الله تعالى للتوسعة على المتعاملين، كما أن هذا التشريع يعني المقصود منه تعويض المجتمع الإسلامي الجديد من إدخال المرأة في شؤون الحياة، لأن يعني المرأة في الجاهلية ما كانوش تشاركوها حتى في شي شأن من الشؤون ديالهم. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى،
وهذه يعني حيطه واحتياط اخر يعني من تحريف الشهاده، وهي خشيه الاشتباه والنسيان، لان المراه هي اضعف من الرجل باصل الجبل يعني بطبيعه الخلق بحسب الغالب. والضلال المقصود هنا هو النسيان، فاذا نسات شي وحده منهم واختلط عليها الامر كتذكرها الاخرى. ولا ياب الشهداء واذا ما دعوا، فما خشيش الشهداء يمتنعوا من اداء الشهاده، يعني لا عيطوا لهم باش يشهدوا ما بين المتداينين، سواء يعني في التحمل او في الاداء، يعني سواء لما كياخذ المدين الدين او لما كيردوا وكيديه مولاه. كما ان يعني ايه الدين هذه يعني فيها حفظ الكرامه المدين، بحيث هو الذي يملي على الكاتب يعني هذاك الشيء اللي تسلفوا، يعني القدر اللي تسلفوا من عند الدائن. ولذلك يعني كيدعو الله عز وجل الى التقوى باش ما ينقص حتى شي حاجه من هذاك الشيء اللي في الذمه ديالو. وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، يعني وهذا الحق في الاملاء ما كينتقل للدائن حتى في شي حاله، يعني ولو في حاله السفه او الضعف ديال المدين، بل اللي كيملي بلاصتو هو الولي ديالو اي ولي المدين. فليملي الوليه بالعدل، يعني وزياده في ضمان الحقوق كاينها الله عز وجل على التهاون في كتابه الدين سواء كان صغير او كبير. ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا. وهذا نهي عن عدم الكتابه سآمة، والسآمين المقصوده هنا هو الكسل والتهاون، يعني وكيعلي الله عز وجل تشريع الامر بالكتابه يعني ما بين المتدينين بانها اقسط عند الله اي اشد عدلا، وانها اقوى من الشهاده اي اعون على الاقامه ديالها واقرب الى نفي الريبه والشك. واما التجاره الحاضر يعني لما تتكونش في السفر، فالله تعالى يرخص في عدم الكتابه ديالها، وكيكفي فيها يعني شهاده الشهود من باب التيسير، لان العمليات التجاريه هي عمليات متكرره باستمرار. يقول الله عز وجل الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم. ثم كيقرر تعليني حق الكاتب والشهود، فكما أن عليهم واجبات، ولا ياب أي لا يرفض كاتب أن يكتب، ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا، فلهم حقوق يخصها التراعة. تقول الله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. والمضر أو الإضرار هو أن المتعاقدين يوقع الشهيدين أو الكاتب في الأذى أو الحرج، أو يعني ما يجر إلى العقوبة بحال الشهادة يعني بالزور أو كتابة غير الحق. والفقهاء ديالنا يعني يستخرجوا من هذه الآية أحكام كثيرة يعني كتفرع على الإضرار، منها يعني ضرورة يعني توفير ركوب للشاهد اللي تيجي من واحد المسافة بعيدة، ضروري خصو الركوب. ومنها أيضا ترك يعني الاستفسار ديالو من بعد واحد المدة طويلة حتى كينسى داك الشيء اللي غادي يشهد عليه. ومنها أيضا يعني استفساره والسؤال ديالو يعني بواحد الطريقة اللي كتوقعوا في الاضطراب، يعني طريقة من السؤال اللي كتخليه يكون مضطرب. ومنها أيضا يعني توفير المصاريف ديال انتقال الشهود وأيضا الإقامة ديالهم في غير بلدهم، يعني وهذا كله من أجل إقامة العدل يعني بقدر الطاقة والإمكان. وتيختم لنا الله عز وجل يعني آية الدين بدعوة الكل من الدائن والمدين والكاتب والشهود إلى تقوى الله عز وجل، لكي يعلمهم الدين ديالهم وكيرشدهم إلى ما فيه صلاح الأحوال ديالهم. فالعلم رهين بالتقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.